السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ومرحبا بالبنات اللي جدادات اللي دخلوا معنا. يلا جدادات القناة تما مرحبا بكم، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التجربة، واحد الوصفة صراحة اللي جربتها شخصيا، وانا الوصفات اللي كنحط لكم يعني مجربة، ماشي شي حاجة اللي غادي نجيبها فقط من النت او لا. هاد الوصفة جربتها وجربتها مدة طويلة، ولحد الان هاد الفيديو اللي كنصوره يعني هاد الوصفة كنحضرها ليلي في نفس الوقت، وكنصورها لكم. بغيت نشارك معكم تجربتي، جربوها وردوا عليا الخبر، غادي تفيدكم بزاف. المكونات اللي فيها موجودة في أي بيت، يعني ما كانش بيت اللي موجودة فيه اللي ما موجوداش فيه هاد المكونات. هي طبيعية ومفيدة، جدا للشعر، ما غاديش ندموا على هاد الوصفة. كنأكد لكم جربوها وردوا عليا، غي هاد الوصفة ضروري خاصكم. أنا هنعاودكم على تجربتي. انا واحد اليامات كان واحد الفترة شعري كان كيتساقط يعني بواحد الشكل كتير كتير بزاف، كان كيتساقط، كنت كنمشط شعري، كنبقى غير كان الشعر كيهبط على طولته، يعني على طولته كيهبط لي، وكنت كنتفقس بزاف، وبزاف ديال الناس نصحوني، كل واحد شنو كيقول لي ديري، واضطريت اني نمشي حتى للصيدليه، خديت واحد الدواء، وكذلك ما لقيتش حتى شي نتيجه، اللي غادي اللي مرغوب فيها، النتيجه اللي بغيت ما لقيتهاش. حتى لواحد المره واحد الاخت هي اللي كانت نصحتني بهاد الوصفه، قالت لي جربيها وردي عليا الخبر، وصراحه ما ندمتش عليها. هذه هي المهم التجربه اللي درت انا في شعري. ومنين درتها خاصك على الاقل، باش تلاحظي النتيجه، ضروري خاصك في مده شهر او شهرين، يعني داوميها، ماشي ديريها مره او لا جوج وتقولي صافي، خاصك داوميها. انا لحد الساعه مازال كنديرها، يعني راني فتره طويله 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 وما بغيتش نخطيها هاد الوصفه هذه، يعني خاصك داوميها واحد الشهر او شهرين باش تعطيك نتيجه. ومع الوقت غادي تلاحظوا الفرق، داك الشعر اللي كان تساقط لكم اللي كان تساقط كامل غادي تلاحظوه كيطلع في الراس، غادي تحسوا، غادي تلاحظوا بحال دابا مثلا غادي تديري اليد ديالك في على الراس ديالك في الاعلى، غادي تحسي بشي حاجه بحال كتشكك، هذاك هو الشعر اللي كيطلع. انا براسي الشعر ديالي واحد الفتره عانيت داك التساقط اللي كان طاح لي، ومنين بدا يطلع لي الشعر طلع لي داك، ولا لي الشعر عندي شي طويل شي قصير شي ما مقادش بداك الشعر اللي طوال، مع المده كيطول كيطول كيتقد مع الشعر الاخر. المهم الشعر ديالك كيرجع كما كان، وخاصه اللي عندهم حتى الفراغات في الامام، وهاد الوصفه ما غتندموش عليها. المهم كنأكد لكم جربوها، والمكونات كما كتشوفوا معايا عندي التوم، هانتوما كتشوفوا معايا عندي هنا خمسة ديال التروفة ديال التوم، وهذا البصل يا اما كتحكوه ويا اما كتطحنوه، هو من الاحسن طحنوه الا عندكم الوقت وعندكم آلة الطحن طحنوه. انا دابا غير حكيتو حتى كتلاحظوا حتى كيبدا كيخرج منه شويه ديال الماء، شي شويه ديال الماء، كيمهم كترجع ملي كتقيسوها ماويه شويه. وزيت الزيتون هنا عندي 4 ديال المعالق، يعني هاد يعني هاد المكونات كاينه في اي بيت، هاد المكونات، زعما ما عندكش العذر باش تقولي ما نجربش هاد الوصفه هذه. فيما تبغي تدوشي ديري هاد الوصفه. اول حاجه غادي نجيبو الثوم حتى هو غادي نحكوه مزيان. اول حاجه غادي نديرها هي جبت شي حاجه كبيره باش ما يضيعليش الخليط باش نخدم في راحتي. غادي نقوم غادي نحك هذا الضرس ديال الثوم كاملين حتى ما يبقى حتى شي واحد، غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا معايا انا حكيت مزيان هذا الثوم، يعني بشكل عادي كتحكيه، ومن بعد كتجيبي كتضيفي عليه البصل، كتضيفي عليه كامل، ومن بعد غادي تضيفي عليه زيت الزيتون، يعني هاد الكميه ديال 4 ديال المعالق كبيره غادي تضيفيها كامله. وغادي تلاحظوا الفرق حتى في الطول ديال الشعر، يعني الثوم معروف عليها على انها كتطول الشعر. سميتو انا تبارك الله دابا شعري
والله قسما بالله خاصني في كل 6 اشهر نقص منه قسما بالله، يعني احلف لكم والواحد ما غاديش يحلف على شي حاجه ديال الكذوب. يعني كطول الشعر بالنسبه للطول ديال الشعر، وبالنسبه كتمنع لتساقط الشعر، وكتساعد في الشعر كيخلف. هادو 3 ديال الحاجات تكونوا اكيدين اكيدين ما غاديش تندموا عليهم. غير هو كننصحكم داوموها، ماشي ديروها مره او جوج او 3 وتقولوا صافي راه ما عطاتش النتيجه، ولا ضروري داوموها. ومن بعد منك كتجمعي الخليط على هذا الشكل هكا. انا دابا منين هاني صوبته ما كنستعملوش دابا، ضروري كنخليه كيبات. مثلا كنخليه يبات ليله، كنديرو في قرعه ديال الزاج على هذا الشكل هكا، وكنخليه كيبات ليله كامله حتى لغد ليه ان شاء الله. وعاد كنستعملو، يعني هاد المكونات كتندمج مع بعضها، وحتى هاد البصل كيطلق داك الماء ديالو. ولا كنتو مزروبين بحال دابا بغيتو ديروها في نفس النهار، تقدروا ديروها بساعه قبل او نصف ساعه، المهم خليوها ضروري ترتاح شويه. وكنصحكم ملي تخليوها، يعني تخليوها تبات، ديروها في قرعه ديال الزجاج. ما عمركم ما ديروا البلاستيك. اي وصفه واي حاجه ديال البشره كنصحكم ديروها في قرعه ديال الزجاج وتغلقوها، خاصه الا كان عندكم القرعه على هذا الشكل فيهم هاد من هنا هاد السداده ديال البلاستيك، باش ما كيدخلهاش الهواء وكتبقى محفظه المكونات ديالها وما كيوقع لهم والو. كنصحكم دائما اي حاجه متعلقه بالبشره، وصفه او شي حاجه صوبتوها، يعني المده ديالها كتبقى اسبوع، تقدروا تستعملوها كل يوم او شي حاجه، كنصحكم دائما ديروا في الزجاج، ما عمركم ما ديروا في شي حاجه ديال البلاستيك، لان البلاستيك فيه شي مكونات الله يسر خطيره، وكتدخل في داك الشيء اللي صوبتو، كتدخل في داك المكونات. المهم هذه الوصفه اللي قلت لكم غادي نشارك معكم، وكنتمنى تجربوها. ولي كومونتير ردوا عليا، بغيتكم تردوا عليا في لي كومونتير الوصفه. ولكن من هنا واحد تفوتوا واحد الشهر، يعني شهرين، وان شاء الله ملي غتلاحظوا الفرق ما غاديش تخلاو عليها. بحالي انا ما غاديش نتخلى على هذه الوصفه. دابا هذه الوصفه هذه صوبتها ليلي، غدا ان شاء الله غادي نديرها، وبغيت نشاركها معكم. غدا ان شاء الله غادي نديرها. يلا نخليكم على خير وفي وصفه مقبله ان شاء الله. وبالنسبه للبنات اللي جدادات اللي كيتفرجوا فيا دابا، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي. ان شاء الله غادي نزيد المزيد من العطاء ان شاء الله من الوصفات المجربه. كنأكد لكم نحط الوصفات المجربه، يعني ماشي وصفه اللي ما جربتهاش، وهذه الوصفه اللي غادي نحط لكم تكون مجربه مده طويله، يعني ماشي جربتها فقط مره واحده ونقول لك هذه الوصفه راه شنو دارت لي، يعني وصفه مجربه. نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه ديالي، وتبركوا على ابوني، وكذلك تضغطوا على زر الجرس باش كيوصلكم اي جديد، يعني اي حاجه حطيتها توصلكم، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم والجيمات. يلا خليتكم على خير، وشكرا على تتبعكم.